في عالم يعيش فيه 7 مليارات إنسان تقريبا، يعيش واحد من كل 3 من بني البشر في حالة فقر وتتعدد الأسباب. أمام هذا الواقع المؤلم، باتت جودة أو نوعية الحياة محل اهتمام متزايد للبحوث والسياسات في العالم، وهو مفهوم يعد مقياسا لرفاه الأفراد والمجتمعات والشعوب، كما يمثل وسيلة مساعدة لاتخاذ القرارات السياسية والتمويل العام. وتعرف منظمة الصحة العالمية مفهوم جودة الحياة بأنه إدراك وتصور الأفراد لوضعهم ومواقعهم في الحياة في سياق نظم المجتمعات التي يعيشون فيها، وهو مفهوم واسع النطاق يتأثر بكل ما له علاقة بحياة الفرد في المجتمعات. ويعتمد تقييم جودة الحياة في العالم على عدة معايير تتضمن القوة الشرائية والأمان والرعاية الصحية وتكلفة المعيشة وسعر العقارات والازدحام والتلوث والمناخ. وفي هذا الصدد أظهر مؤشر جودة الحياة المعيشية لعام 2018 الصادر عن شركة ميرسر للاستشارات ترتيب المدن الأفضل في المعيشة. وبحسب المؤشر، سيطرت قارة أوروبا على قائمة أعلى 10 بلدان في المؤشر العالمي لجودة الحياة بوجود 7 دول أوروبية، بالإضافة إلى 2 في منطقة أوقيانوسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وترتيب الدول بحسب المؤشر هو الدنمارك وفنلندا وهولندا وسويسرا والنمسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والسويد. وسيطرت قارة آسيا على قائمة أقل 10 بلدان في المؤشر العالمي لجودة الحياة بوجود 6 دول آسيوية، بالإضافة إلى 2 من قارة أوروبا وهما أوكرانيا وروسيا، ودولة من قارة أمريكا الجنوبية وهي البرازيل. أما في الشرق الأوسط فحلت الإمارات على رأس قائمة دول المنطقة بعدما احتلت المركز 21 عالميا. وبحسب الخبراء، فإنه رغم معاناة كثيرين من انخفاض جودة الحياة في بلادهم، فإن أساليب الحياة في الدول النامية آخذة في التحسن، كما أن حجم التفاوت في جودة الحياة آخذ في التناقص، سواء داخل الدول أو فيما بينها، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الأمم المتحدة في خطتها الإنمائية لعام 2030.